أنا رح روح هلا وبشوف وشك على خير. مؤيد إذا بتريد لا تتركني، مؤيد إذا بتريد رجع، مؤيد الله يخليك لا تروح. مؤيد لك خلص يا أمي لا تقلقي، مهند كمان إجا لهون وموجود معي. خلص يا أمي عم قلك بس تنحل المشكلة رح إجي ومهند بيوصلني. يلا باي. أنا قلت كل شي عندي، ما رح أسحب الشكوى. إذا بتريد بلش بالإجراءات، لأنه بصراحة يا حضرة الضابط أنا ما عندي وقت أكتر لضيعه. يا أخي طول بالك، الموضوع مو مستاهل بنوب. مهند إذا بتريد خليك أنت برات القصة. استني لحظة. لشو سوا هيك؟ أنا التقيت مع البنت مرتين وبس، يعني ما قضينا وقت. سكوت بس، سكوت. مهند خلينا نطلع لبرا. قالت لي إنه ما عاد رح نلتقي وما صار شي بيناتنا، بعدين أنا شو بعرفني إنه هي حبيبته لصديقك؟ اهدى شوي واسمع اللي عندي. حاول أنت تحط حالك مكانه، هالشاب شايف حبيبته عم تروح وتجي معك، ما هيك؟ مشان هيك كان مزعوج، وهالشي حقه. مزبوط يا أخي؟ والبنت غلطت لأنه ذهنها مشوش، الزلمة بحبه ومتخانق معه وما تحمله راسه أبداً، أساساً هو ما عاد رح يطلع بوشها، خلص تركها. أصلاً أنا ما كنت ناوي إنه يصير شي بيني وبين هاي البنت، عن جد؟ خلص شو ما كان، ما بيهمنا بنوب، خلينا نحل هالمشكلة بود. أنت بس اسحب الشكوى اللي قدمتها بحقه ونحن رح ندفع لك خسارتك. يعني كانت لحظة غضب وطلع خلقه. علي شاب مانو أزعر، وصدقني بحياته ما غلط مع واحد من قبل أبدا. حضرة الضابط خسارته قديش؟ 12,000. ماشي ماشي، هدول بتاخدهم مني أنا. بس المشكلة مو بالمصاري يا أخي. ليك يا أخي اللي بوشك جروح صغيرة مو مستاهلة. ليك خلينا نروح نجيب لك مصرياتها ونخلص بقى من هالمشكلة إذا بتريد وبلا وجع راس. مهند اوعك تدفع له ولا قرش. مهند مو شغلتك، خلص روح. اوعك تدفع له شيء. خلص روح. بنام بالحبس وما بخلي هالتافه يعلم علي. رح روح جيب المصاري وبرجع لعندك فورا. طيب. عم دقل لك، احفظ رقمي. اتفقنا؟ انا رح روح جيبهم. ماشي. مهند يلا قوم. يعطيك العافية. الله يعافيك أهلين. شو بدك كمان؟ ها؟ لسه إلك عين تحكي بعد ما سويتي لي مشكلة؟ ليش شو اللي صاير؟ يعني مو عارفة؟ حبيبك إجا لعندي على البيت وبهدلني وكسر لي سيارتي وتعدى علي كمان. كيف؟ إمتى إجا؟ صبح إجا لعندي على البيت. أي ساعة؟ ما انتبهت بس الصبح بكير. انت شو جابك لهون؟ انا اسفة سومر، ما كنت عارفانة انه هيك بده يصير معك. عن جد انا اسفة، مو قصدي اني ساوي لك مشكلة، والله مو قصدي. انا رايحة على السوق، جيب لك شي معي؟ لا أنا آسفة، أنا من ناحيتي يا سمر ما بقى رح أتصل فيك أبداً، ما بدي ساوي لك مشكلة. وبتمنى أنت كمان ما تتصل. ولك أنا ما عاد بدي أشوفك أو أسمع صوتك. ما
مؤيد؟ شبك ليش راجع بكير على البيت؟ هيك أهلين مهند. مؤيد وينك هلا؟ بالبيت. ليش شو في؟ شو في يا ابني؟ طمني، صاير شي؟ لازمني شوية مصاري. صارت اليوم مشكلة مع علي ومستعجل كتير على المصاري. قديش؟ يعني بحدود ال 12,000. اوف، ما فيني، المبلغ كتير كبير. عم قلك صايرة مشكلة مع علي والشرطة موقفته. يعني إذا ما مندبر المصاري بسرعة رح يحاكموه ويحطوه بالسجن. لازمينا ضروري. كل ما واحد فات بمشكلة بدي روح وساعده. قلت لك المبلغ كبير كتير. خلص سجلهم على حسابي. ها؟ على حسابك؟ أنت ما قلت لي هداك اليوم إنه في إلي حساب عندك؟ ها؟ أعطيني إياهم هلا. لك يا حبيبي هلا ما معي مصاري، حطيتهم بالبنك. طيب وين المشكلة؟ روح أصحاب المبلغ. أولا هدول مصاري الشركة وما فيني ألمسهم، وثانيا أنا وبانا تركنا بعض. كيف؟ شو قلت؟ كيف صار هيك؟ معقولة يا ابني؟ شو صار لكم؟ لسا مبارح خطبتوا والله ما حلكم. لعامة. طيب يلا سكر، أنا هلأ جاي على البيت ومنشوف شو بدنا نعمل. معقول تركتو؟ ايه تركنا. طيب ليش؟ قلي يا ابني شو صار يا مؤيد، احكي لي يا ابني، حاكيني هون. مؤيد مشان الله احكي لي شو اللي صار. الحق معي، إذا فعلا بدي ياني لازم يكون من دون شروط، وما راح وقع على الاتفاقية. طيب وإذا ما بايهم؟ نيناتكم بدكم تعتذروا منه، بدكم تعتذروا منه على كل شيء سويتوا معه. لك خلصنا، واضح إنه عم يتحايل عليكي بس مشان يتهرب من توقيع اتفاقية الزواج. لك حل عنا بقى. خليتوني اعصب وبالاخير يتركني. اهدي شوي. الله لا يسامحكم، خربتولي حياتي. بانا اهدي. حبيبتي اسمعيني، اخوكي معه حق، واضح انه في سبب ورا هالتصرف، يعني ليش فجأة تراجع؟ فكري فيها. ما بدي اياكم تحكوا، مفكرين كل العالم مثلكم؟ مؤيد مو بعينه المصاري. معقولة مانك شايفي حقيقته؟ مو صحيح. انت اللي خليتوه يتركني. اهدي. بانا اهدي شوي وخلينا نحكي. بانا خلص بانا اهدي يا بنتي، الله يرضى عليكي. حلو عني، تركوني بحالي. فيروز اتصلي بابوكي بسرعة. بانا لا، بانا الله يرضى عليكي بنتي، روحي من بعد. هدي اعصابك بانا. بانا اهدي شوي. فيروز شو صار مع ابوكي؟ يلا هو جاي لهون. بانا بعد عني، خلص بقى. خلاص اهدي، انا ما رح سامحكم بحياتي. ما رح تهدي تبعديني عنه يا امي، عم تفهم علي؟ ما رح تهدي هالمرة، ما رح تبعدوني عنه، ما رح تبعدوني. هالمرة هي حالتها أصعب من كل مرة، حتى أنها تجرأت وطلعت عصبيتها على نهى خانو. كنت عارفاني إنه هيك رح يصير، توقعت انه مؤيد هيك رح يساوي فيها. ان شاء الله بتتحسن. بكفية اللي صار من قبل، بس هالمرة كأنه وضع رح يكون أصعب بكتير. شو كان اسم حبيبة الأولاني؟ مراد. القصة عم ترجع تتكرر. بانا يا بانا، بانا بنتي، بانا وينك؟ بانا 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 خانو، وينك يا بانا خانو؟ امي اهدي اهدي، لا تخافي، اهدي اهدي. وين امي؟ بانا فائت، تعالوا شوفوها.
يا روحي. أمي ساعديني يا روحي. لا تخافي، لا تخافي، أنا هون يا ماما. أمي لا تخافي.